هاي، اليوم رحلتنا تتجه إلى الأوبرا النرويجية. الأوبرا تبعد تقريبا 5 دقائق مشي من المحطة الرئيسية بأوسلو. الأوبرا النرويجية للأوبرا والباليه اسمها دانوشكي أوبرا أوباليت بالنرويجي. افتتاح الأوبرا كان في عام 2008، والتصميم كان من شركة الهندسة المعمارية سنوهتا، وهي شركة مشهورة بالنرويج. كلف بناء الأوبرا حوالي 4.3 مليار كرون، وما يعادل إلا 4 ملايين دولار أمريكي. المساحة الإجمالية للأوبرا هي تقريباً 49 ألف متر مربع، وتوزع على حوالي 1100 غرفة. وداخل الأوبرا بيها 3 صالات للأوبرا والبالي وللحفلات الموسيقية. تصميم المبنى من نوعين حجر مختلفين. أول نوع هو الرخام الإيطالي جايبين من كاريرا، وثاني نوع هو الجرانيت النرويجي. المواد التي تم استخدامها في بني الأوبرا كانت من مختلف أنحاء العالم. الزجاج كان من تركيا، اللافتات اليابانية، والصلب الفنلندي، والكراسي الإيطالية، والبلوط الألمانية، والأرضيات البرتغالية. من سطح الأوبرا الواحد يقدر يشوف مضيق أوسلو، والمضيق يؤدي إلى بحر سكاغيراك، وبحر سكاغيراك يؤدي إلى بحر الشمال. هنا يشتغل 600 عامل، ومن بينهم اكو عاملين يسوون ازياء وباروكات، وهاي الاشياء طبعا يستعملوها للحفلات اللي تكون بالاوبرا والباليه. اتمنى ان رحلتنا اليوم عجبتكم، وإذا عجبكم الفيديو سووا لي لايك واشتركوا بالقناة، وإذا حبيتوا دخلوا على قناتي وشوفوا باقي الفيديوهات السياحية. ومن يمياني هذا برام.